مثل ما انك شايفه طالعه بخوتيني قد ما رطوبه الرطوبه ليك الواصله تحمم دغري وهيك كل شوي مفوت على الحمام تحمم نضر تحمم نضر شبابي بجد بتاخذ شويه هواء طبيعي اكثر من هيك ما في بكتر المي بتحمم له شيء 5-6 مرات بالنهار ومي ما في بقى الاكل يلي فيه صلصه ودسامة ما بيتاكل الاكثر شيء اكل اللبن عبنام على البلاط مهم النواب والوزراء نايمين ومرتاحين وش بدهم بالشعب هذا المهم شيء موديل عندي يلي يسيب المحل انا ديكور هذا ديكور في مروحه واذا اجت الكهرباء نقعد بالسيارة وندور المكيف لأنه ما في كهرباء عندنا الكهرباء بدي شي 4 ساعات والله نخانقنا يا عالم بكفينا هفات بطلنا نكوي أوعينا وبطلنا نشوي مشوينا وبطلنا نكوي أوعينا وبطلنا نشوي مشوينا الليل ما في نوم لشو النوم؟ العذاب هذا لا مي ولا كهرباء يا بحر يا جبل جبل اطلع جبل اطلع على البحر هلا حامل الشنطة ونزل على البحر كمان مجوز عريس جديد حاطين على المروحة وقاعدين إذا ما هو مشوار ضروري ما بظهروا بأجل مشوار إذا مشان ظهره بأجل مشوار شايفتني بالفانيلا بشو شايفتني منيح هلا هلا الشوب منيح بشلحنا تيابه هن شلحونا تيابنا بدون شوب شو بدي اشلح هاي شو هاي هذا لبس الصيف لما بهالشوب اللي بيغلي مره زفه ومره حفله ومره طلعه ومره رحله يعني الدنيا شوال لما الغرفه تصبح خنقه ويجوا الزوار من الزرقه وامك تحكي شو هالعلقه يعني الدنيا شوال يعني تخيل 3 ساعات وبالليل ما في نقطه هواء ما عم بتنام الليل ومراويح بتجي 3 ساعات بتروح 3 ساعات بدنا نفهم ليه هالثلاث ساعات تجي وبتروح 3 ساعات عندنا حكام عندنا رئيس جمهورية عندنا حرامية أنا كل مرة بطلع الطابق السادس وإنزل بقول الواحد مريض ما قادر يطلع وشوب كتير كل اللي بطلعي عم تدفعي كهرباء هون 20 أمبير أخذ كهرباء أنا منشان أقدر دور البرادات طفي غصب عني اللمبات والمكيف منشان دور البرادات ولا بتنتسل البضاعة يا مرحبا بالكهرباء من بعد فران يا دار العز عزيهم لجد الكهرباء حيهم يا دار العز عزيهم لجد الكهرباء حيهم